بره مصر بنشوف ان المضادات الحيويه ما بتصرفش الا بروشيت. عندنا اي صيدليه ممكن تصرف مضاد حيوي لاي مواطن بيطلبه. ده صحيح، وعلشان كده لازم يكون في تقنين وترشيد لصرف المضادات الحيويه حتى من خلال الصيدليات. يعني ضروري انه يبقى في حظر الاستخدام او بيع المضادات الحيوية في الصيدليات إلا من خلال وصفة طبية، علشان ده يدي فرصة فعلا لأنه يبقى فيه صرف للمضادات الحيوية مش بالشكل العشوائي الموجود. لأن احنا بنشوف حتى كمان في بعض الأحيان أنه بالنسبة للأطفال بمجرد ارتفاع بسيط لدرجة الحرارة الأم بتجري على طول وتدي لابنها مضاد حيوي، وقد يكون المضاد الحيوي ده موجود عندها متخزن من شهر أو شهرين سابقين لمشكلة صحية كانت مختلفة تماما عن الموجودة النهاردة، أو ده بتاع أخوه فالمتبقي منه شوية فتقوم تديله كميات صغيرة من المضاد الحيوي الموجود. وده الحقيقة تسبب زي ما بقول لحضرتك في ظهور أنواع من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. والبكتيريا طبعا المقاومة للمضادات الحيوية دي ممكن إنها تنتشر، وممكن إنها الصفة دي أو الخاصية دي تنقلها نوع تاني من البكتيريا، وبالتالي نبص نلاقي بعد شوية إن احنا عندنا بكتيريا لا تستجيب للمضادات الحيوية. الأطفال ممكن ياخدوا المضاد الحيوي من سن كام؟ نقدر نستخدم المضاد الحيوي طالما إنه في ضرورة لاستخدامه من أي لحظة، يعني من هو لسه مولود ممكن إذا كان في داعي للموضوع ده طبعا ممكن. احنا لأنه بعض الأطفال حتى مع الولادة ممكن أنه يكون مثلا عنده جروح أو عنده إصابات نتيجة عملية الولادة نفسها اللي ممكن تخلي في ضرورة لاستخدام المضاد الحيوي. استخدام المضاد الحيوي الحقيقة لازم يكون بإشراف طبيب متخصص علشان يقدر يختار المضاد الحيوي المناسب، وزي ما بقول بالجرعة المناسبة اللي تناسب العمر والوزن بالنسبة للأطفال وكمان للمدة الكافية. ايه الحالات اللي الاطفال ممكن ياخدوا فيها مضاد حيوي؟ طالما انه في اصابات بكتيريه ممكن استخدام المضادات الحيويه. اصابات بكتيريه دي زي مثلا التهابات مجرى البول او التهابات الجهاز التنفسي السفلي، او في بعض الاحيان التهابات الجيوب الانفيه البكتيريه، او في بعض الاحيان التهاب الاذن الداخليه او الوسطى، او اذا كان في اصابات موجوده مثلا في أعضاء عميقة زي مثلا لو في خراريج في أماكن خاصة محتاجة فعلا إن احنا نستخدم المضاد الحيوي. أضرار المضادات الحيوية على الأطفال يا دكتور؟ عموما أضرار المضادات الحيوية الحقيقة كتير، بداية من موضوع الحساسية، لأنه في ناس كتير عندها حساسية لبعض المواد الكيميائية، وبالتالي لابد من اختبار تأثير هذا المضاد الحيوي إذا كان في حساسية من استخدامه ولا لا. وده يعني يجب ان احنا نحطه في اعتباراتنا، لانه اللي بيحصل دلوقتي ان في بعض الاطفال اللي بتكون عندها حساسية لاستخدام المضاد الحيوي، وده بيكون قاتل بالنسبة لهم لانه بيتسبب في حالات وفاة كتير.